مشاهدينا بنبقى بعالم الطفولة، لكن رح نحكي عن جانب آخر من خلال تنمية ثقافة ومهارات الطفل. اليوم عم نشوف يمكن أغلب الناس إن كانوا كبار ولا صغار بعيدين كتير عن القراءة. كيف فينا نعزز مفهوم القراءة عند الأطفال من سنواتهم الأولى؟ وبعتقد هيدا شيء مسؤولية الأهل، لأنه الطفل بالأخير مراية أهله. يعني إذا الأم بتمسك كتاب وبتقرأ قدام الطفل، أكيد رح يمسك الطفل كتاب ويقلد أمه. اليوم القراءة عند الأطفال بتنميهم العدد كبير من المهارات، وقديش فعليا بتساعد لاكتساب مهارات بما يخص الثقافة واللغة وأمور أخرى. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الكاتبة سميرة شكر المختصة في مجال الطفولة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. يمكن بدايه العطله الصيفيه قربت تخلص، يمكن نسبه من الطلاب استغلوها بشكل سلبي، قضوا طول الوقت على موبايلاتهم قدام شاشات التلفزيون، لكن بنفس الوقت في منهم لا استغلوها بشيء ايجابي وراح يشوفوا مهارات موجوده عندهم لينموها. طيب اليوم نحن رح نحكي عن مهاره القراءه، قد ايه مهم نحن ننمي مهاره القراءه عند اطفالنا؟ طبعا هذا الموضوع كتير مهم، خاصة برغم نحن ظروف شوي الصيف اجت ظروف صعبة، فنحن خلينا نستغل الصيف بهذا الموضوع، بنستغل قعدتنا بالبيت، لأنه يعني هو الصيف للطلعات وللفوتات وللأطفال هيك متعودين عليه. هذا الصيف اجى شوي صعب، خلينا نحن نستغله بنشاطات تانية. بعتقد القراءة هي أهم نشاط، ومثل ما قالت بترجع على الأهل. إذا الطفل شاف الأم عم ماسكة كتاب وعم تقرأ، فأكيد الولد بده يتشجع ويمسك الكتاب ويقرأ. هي شغلة ما بتجي بالإجبار، هي بتجي بالتشجيع. ممكن احنا نعمل كذا نشاط يشجع الطفل على القراءة، نعمل سباق بين الإخوة، نعمل احنا حتى نتسابق معه، احنا الأهل الأم الأب يتسابقوا مع أطفالهم، يعملوا نشاطات بيناتهم، يعملوا جلسة معلومات عامة. هاي النشاطات هي بتشجعهم على القراءة أكثر من الإجبار، أو أنه يلا أم أحسن مالك ماسك الموبايل، أم هلأ مسك كتابه، أو تعال نقرأ قصة هلأ. هذا الموضوع ما بيمشي مع الطفل أبداً. حتى الموبايل فينا نستغله بقصة القراءة. صحيح. ممكن نحن ننزله التطبيقات اللي هي بتناسبه. ممكن في نشاط هلأ التصوير، يعني التصوير على الموبايل خيط على الطفل، حتى هي قراءة. التعليم عن طريق الموبايل هي قراءة. الفيديوهات التعليمية هي قراءة، يعني احنا ما فينا نمنعه منع باطن على الموبايل. طيب خلينا نحكي، جايبة شيء معك سميرة، خلينا نحكي عنه وقديش فعليا فينا نستغل هي الأنشطة للطفل لننمي عنده فعليا القراءة، فكرة البحث، فكرة يعني الحصول على معلومات ومهارات أخرى. هي مجموعة اسمها مجموعة العبقري الصغير. هي مجموعة من البطاقات فيها أسئلة وأجوبة بجميع المجالات. لحنا حتى نعزز مفهوم القراءة وما نعمل عن طريق كتاب، نعمل معلومات عامة عن طريق بطاقات. إحنا عم نحكي عن جميع المجالات، شو هي؟ يعني جميع العلوم، اللغة العربية، حتى أنا بهاي المجموعة اسمها ألغاز عاملة مجموعة حزازير، من خلال الحزورة بقدر أعمل، أنا بطلع معلومة. كثير الطريقة سهلة، كثير طريقة بتشد الطفل وما بحس حاله انه هو مال القعدة، يعني فيها لعب بجهة وجهة ثانية فيها استفادة. تمام. فيني اعمل سباق بين الاولاد بالبيت، او انا اتسابق انا وياهم. انا جربتها على كذا طفل وكثير جابت نتيجة حلوة. ناسب كل الاعمار ولا كيف؟ لا هي بده يبين يكون بيعرف يقرا. هي فيها مستويات، فمهم انه يعرف يقرا من عمر 6 سنين وفوق. الطريقة كثير سهلة، بتجي على شكل سؤال ومعه 3 خيارات والمعلومه مشروحه تحت. شو بيكون السؤال حسب المواد؟ حسب الموضوع. هلا في هي 12 مجموعه، فيها علوم، فيها لغه عربيه، فيها اللي معها اسمها من القائل، مجموعه اقوال ماسوره، هي الغاز اللي هي مجموعه حزورات، فيها غرائب حول العالم. يعني حاولت اجمع شتى المجالات العلميه. لما نقول يعني شفنا هون من القائل، عندك الالغاز، عندك بما يخص الرياضيات، بما يخص غرائب وعجائب حول العالم. لها علاقه بالرياضيات وفنون. بس لما نقول 6 سنوات ما وافق لأي عمر، يعني لما أقول نحن بنقول يعني معلومات أو فعليا مهارات عم يكتسبها الطفل من خلال زيادة ثقافته، بالأخير هي خلفية ثقافية. طبعا. أو معلومات هون لأي عمر، يعني 6 سنوات للأدين فيني استغل العمر المراهقة 14-15 سنة، حاطة مواضيع بتهم مثلا الشباب، حاطة عن الرياضة، عن كرة القدم، عن الشغلات اللي هنا بيحبوها. للعمر الصغير حاطة عن الحيوانات اللي هنا، يعني مبلشة من عمر 6 سنين وفيك فيها، حتى نحن الكبار فينا نستفيد منها. هي المجموعة نفسها. أيوة. يعني العبقري الصغير. طيب من خلال يمكن هذا الأسلوب تحسيتي حقق
إفادة اليوم للأطفال، خلينا نوضح إذا في أساليب تانية إحنا من خلالها ممكن ننمي مهارات إبداعية عندهم. أكيد في أساليب تانية، إحنا الكتاب مهمتنا أنه دائما نطلع أساليب جديدة. مثل شو أساليب؟ خلينا نوضح. هلأ أكثر شيء إحنا لازم نستغل تعلق الأطفال بالتكنولوجيا والموبايل، ممكن نطلع لهم تطبيقات إلى علاقة بالقراءة، ممكن نطلع لهم الكتاب نفسه نربطه بالموبايل، في عنا كتب صوتية أو كتب من خلال كيو آر موجودة عليها بيربطه باليوتيوب أو بيربطه بالموبايل، بيشرح له نفس المعلومات الموجودة بالكتاب بيشرحها هو عن طريق اليوتيوب. طيب اليوم في صعوبة أساساً، يعني آخر الدراسات عم تقول في ابتعاد كتير كبير عن القراءة يعني بكل الأعمار، فلما نقول الطفل أو الطفولة يعني في مسؤولية كتير كبيرة، يعني قديش بتحسي أنت عندك مسؤولية تجاه هيدا العالم، وكيف بدك تختاري، يعني كيف بدك تختاري الأنسب للطفل، كيف فعلياً بدك تقدري تخاطبي، لأنه التخاطب وطريقة الوصل هي اللي بتلعب دور كيف فيني أنا أحبب الطفل في مهارة القراءة والمهارات الأخرى. تمام طبعاً. هلأ اللي أنا بقول دائما اللي بده يكتب للأطفال بده يكون هو طفل، بده ينزل لمستواهم، اللي بدي أنا حدد العمر اللي أنا بدي أكتب له وحاول أنزل لمستواه، أبحث بكل الأمور اللي هي بتهمه. أنا ما فيني أكتب بعمر 5 سنين بمجال علمي مثلا، ما فيني، أنا بدي ألحق هو شو مهتم، شو المواضيع اللي بيحبها حتى أنا أكتب فيها، يعني خلال سواء كان قصص أو حتى هي شغلات المعلومات العامة. وطبعا مثل ما قلت طبعا بدي ابحث على اساليب جديده تشده له. اكيد المسؤوليه مو بس علي، المسؤوليه كمان عن الاهل. صحيح. هلا في شغله كثير مهمه اللي احنا اغلب الاهل بيتغاضوها، هي قصه قبل النوم. قصه قبل النوم في كثير دراسات بتقول عن بتوازن بين الطفل اللي بيقرا قصه قبل النوم والطفل اللي ما بيقرا قصه قبل النوم، حتى بتزيد الروابط بين ال في لها كثير فوائد. اول شيء اللي هي بتحرك خيال الطفل، أو بتزيد الروابط بين الأم وطفله أو الأب وطفله حسب اللي بده يقرأ القصة، في إلى روابط حتى بتشغيل الدماغ، حتى عم في دراسات إنه الطفل اللي بيقرأ له قصة قبل النوم بينمو دماغه تحفيز أكثر قبل الطفل اللي ما بيقرأ، حتى بمهارات الكتابة، مهارات القراءة، حتى بالصعوبات التعلم بالمدرسة، قصة قبل النوم كتير بتساعده على إنه هو يقرأ. حتى هو لما يكبر الطفل اللي بيقرأ قصة قبل النوم لما هو صغير بتعود دائما على القراءة قبل النوم، أكيد حتى لما بيكبر بيصير عنده عادة، بيصير روتين. ونحن من صغرنا على المسؤولية كبيرة على عاتق الأم، هو من صغير لازم تعمله روتين يومي. تمام. لازم تغض عنه ولا يوم. والجميل إنه قصة قبل النوم يعني حتى سابقا كان في رسائل، يعني طبعاً. الأهل بيبدعوا بسرد القصص من خلال موقف أو حادث، أنا بدي أعلم طفلي مهارة معينة أو كيف يتعامل مع هذا الظرف، فبتلاقي بيحكي قصة قبل النوم ومن خلاله فعليا ممكن انا اوصل بعض الرسائل او رساله هادفه لطفلي. ناخذ القيم اللي بدنا اياها، حتى اذا حابه انت تحكي له معلومه هو بهذا الوقت بيكون الطفل ذهنه فاضي، يعني ماله ملتهي بلعبه، قدران يسمعك، خلص يعني مستسلم، بيقدر يسمعك، ما في انه يلتهى، ما في انا ما فيني هلا احكي لك القصه، لا هو هذا الوقت انسب وقت لحتى تقراي له المعلومه اللي بدك اياها او الرساله اللي انت بدك توصلي له اياها. تمام. سميره، بتلاحظي انه ببعض الاحيان بنشوف اطفال بيقراوا ولكن قراءتهم بصوت واطي، بخجل، بتستمر معهم هي القصه، طيب شو السبب وكيف ممكن احنا نساعد هدول الاطفال اليوم لحتى يقراوا بصوت عالي؟ هلا اول سبب هو تشجيع الاهل. يعني انا لما بدي لما ابني يقرا ويتلبك بالقراءه انا بدي ساعده، ما بدي انا اقول له هون غلطت وهون ما بيصير تعمل هيك وليش هيك قراءتك، لا بالعكس شجعيه، انا تعال اقرا انا وياك. تمام. حتى انا بدي اقول له حتى انا بغلط احيانا بالقراءه، شو رايك انت تصحح لي؟ هي الامور اللي بتشجعيه دائما لطفلك بتزيدي ثقته بنفسه. حتى بالصف بالمدرسه في اطفال بنشوفهم ما بيشاركوا لانه هن بالبيت كل ما بده يجي يشارك بالموضوع لا انت لا تحكي بهذا الموضوع وانت ما دخلك او هذا حديث الكبار، لا خليه يشارك، خليه يحكي اللي بده اياه حتى هو يكون عنده ثقه بنفسه حتى بالقراءه. طيب سميره، حكينا سابقا حضرتك الفتي اكثر من قصه للاطفال، عمليه الجذب اليوم لانه فعليا اقدر اجذب الطفل والاطفال من خلال هي الانشطه او القراءه، على شو بتعتمد؟ يعني هي عمليه الجذب في العصر هلا كثير صعبه لانه عم نحكي عن عصر التكنولوجيا، عصر الشاشات، الموبايلات، التابلت، هي فعليا الجذابه واللي بتبهر الطفل يعني اليوم. هلا اول شيء مثل ما قلت بدي اختار المواضيع اللي بتهم الطفل، ما بدي اكتب مواضيع انا بحبها. ثاني شيء بدي اكون على تعاون دائم بين الرسام المصمم، يعني انا هون مثلا بمجموعه العبقر الصغير قعدت وقت طويل مع الرسامه حتى اخترنا الشخصيه اللي هي
اللي بتناسب كلمة العبقري الصغير. قديش هي ملفتة للأطفال. الألوان قديش أنا قعدت أنا والمصمم مثلا حتى نختار الألوان اللي بدها تجذب الطفل، إحنا عن طريق عرضة بالمكتبات أو عن طريق عرضة بمعارض الكتب تكون من بعيد لافتة، هو بس هو بهي الأعمار هو اللي بتلفت الطفل، الألوان، الشخصيات، الـ يعني الأمبلاج الخارجي للقصة. تمام. قديه مهم اليوم الطفل يشارك بالمسابقات المتعلقة اليوم بالقراءة، مثل ما شفنا الطفلة شام البكوري اللي فازت بتحدي القراءة. خلينا نوضح هذا الموضوع، قديه مهم اليوم يكون في وعي عند الأهالي يسجلوا أطفالهم بهيك مسابقات. تمام، هذا الموضوع كتير مهم. حتى أنا بعد موضوع بعد قصة شام الحمد لله لقينا كتير فرق بالأهالي، كتير بعد هي عملت ضجة كبيرة، فأنا كتير شوف أهالي إنه أنا يتصلوا فيني مثلا أنا شو بدي أعمل، شو القصص اللي بدي أقراها لطفلي، كيف فيني ساعدهم حتى يصيروا مثل شام. بس انا قلت شغله من قبل انه ممكن الاطفال فين يكونوا مثل شام، استغلي ابنك بالمجال اللي هو بحبه، ممكن ما يكون بحب القراءه، ممكن يكون بحب مثلا يساعدك بالطبخ، ممكن يكون شيف بس ليكبر، ممكن هو بحب التصوير بس مثل ما شجعت قلت. كثير مهم تمام، مهم تشجع الطفل بالمجال اللي هو بحبه، مو شرط القراءه، القراءه مساعده، القراءه شيء مهم، بس ما تعمل تاخذي طفلك بالاتجاه اللي انت بتحبيه، خليه دائما معه بالاتجاه اللي هو بحبه. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك الكاتبة سميرة شكر على وجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لك. صباح حلو. شكرا كثير.